السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم الطيبه. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفيلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم كيكه ديال كل يوم، كتجي طالعه خفيفه بزاف باش نغيروا على الكيكه المعتاده اللي كنحضروا دائما. هذه كتجي مذاق جد مميز باضافات بسيطه والنتيجه جد رائعه. كيف قلت طالعه وخفيفه، واكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا نشوفوا مقاديرها وطريقه التحضير من اول الفيديو للاخر ديالو. اول شيء، اما في خلاط كهربائي او بالطراب الكهربائي اللي بغيتو اللي توفر عندكم استعملوه. كنديروا 4 البيضات، ودائما وكما العاده جبدوهم من قبل من الثلاجه. واخا دابا راه كيف الثلاجه كيف على برا كلشي كاين البرد. نضيفوا كاس او كاس ورباع او كاس ونص، يعني بفهاد الحدود على حسب الذوق ديالكم. كل اللي كيبغي الكيك يكون حلو، كل اللي كيبغي يكون ناقص حلاوه. ضروري نقريص هاد الملحه وكنخلطو. كيف قلت، اما نستعملو خلاط كهربائي. كنأكد ان بزاف الاخوات كيسولوا ما عندهمش الطراب، فهاد الكيك ماشي مشكل، ممكن نديرو غير في الخلاط، يعني في الكاس ديال العصير نطحنوا هاد المكونات مع بعضها او نخفقوهم بهاد الطريقه، ومن بعد نضيفوا باقي المكونات اللي هي كيس فلون بنكهه الفانيلا كيعطي اضافه زوينه لهذا الكيك. ما كانش عندكم او ما بغيتوش تستعملوه، عوضوه بكيس من السكر المسم بالفانيلا. ثم مبشور ديال البرتقاله واحده، وغادي نضيفوا كذلك كاس من الزيت النباتيه ما يعادل 200 مليلتر. الكاس اللي عبرت به مكونات كامله هو كاس العنبه الكبير. ثم علبه من الياغورت الطبيعي بدون سكر تقريبا بين 100 حتى 110 غرام. يعني هذه المكونات كلها غنضيفوها مع بعض مره واحده. بنفس الشكل غادي نديروها حتى في الكاس ديال الخلاط اللي استعملناه. ثم كاس من عصير البرتقال. انا الصراحه عصرت جوج برتقالات حيت منها وحده للقشره وجوجهم عصرتهم عطاوني ديك الكميه. كنخفقي واحد شويه بسرعه ناقصه ونتوقف. وكيبقى لينا اننا نضيفو الدقيق بعد ما كنغربلوه هو، وجوج اكياس من خميره الحلويات. هنايا درت 3 ديال الكيسان ونص من الدقيق، هما اللي غادي نحتاجو. وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم وحتى الحجم البيض اللي استعملتوه، واش كبير ولا صغير. يعني تقريبا واحد 350 غرام، ما درتش يعني ما عمرش الكيسان بزاف. والتنكي غادي نديرو واحد نص معلقه ديال القرفه، ربع معلقه ديال الهيل او قعقله او يعني كلها شنو كيسميه بهذا الشكل اللي مطحون، كيعطي مذاق مميز متميز بزاف لهذا الكيك. كيجي مختلف على الكيك البرتقالي اللي كنديروه في العاده. ما عندكمش ممكن تكتفيوا بالقرفه، ما كتبغيوش مذاق القرفه ممكن ديروها عادي جدا، ولكن الا جربتوها بالقرفه غادي تعجبكم وحتى باضافه الهيل طبعا. صافي كنضيف الدقيق مع الخميره. نستعملو خلاط يدوي او طراب الكهربائي وحنا ناقصين من السرعه ديالو. كما كتلاحظوا واخا ناقصه الطحين طاير ماشي مشكل، كي نحسو به انسجمو واحد شويه ما نبلغوش غادي نتوقف. وغادي نجمع سباتولا ديك العجين او داك الدقيق اللي كيبقى لي في الجوانب، وكناخذو المول ديالنا اللي كنكونو دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق. هنا المول ديالي فهو خاوي من الداخل او كما كنقولوا له المول المثقوب، وفيه في يعني في القطر ديالو 25 24 او 25 سنتيمتر في هاد الحدود، ولكن غارق عندي غارق. يعني نتوما استعملوا اي مول بغيتو، كان عندكم كبير بزاف ما غاديكمش عاليه بزاف طبعا، كان عندكم عاوتاني صغير بزاف غتجيكم عاليه اكثر من القياس. بغيتو تستعملوا مول عادي داير او مربع ممكن طبعا، يعني استعملوا اي مول ماشي شرط يكون هذا. كندخلوها الفرن اما بارد اما مسخن من قبل. لكن فرن كهربائي من الاحسن نديروها في الوسط نبعدوها على العافيه، وفي الاول نشعلو غير من التحت فقط. ولكن عندكم فران اللي كيطيب يعني كيحمر بجد
والعافيه يعني كتخطفو وكيبقى خضر من الداخل، ان فوا كتجبديه كيهبط لك. فمن الاحسن ديري شي صفيحه تحت من الكيك او مقله ثقيله باش يطيب على خاطرو وما يتلهبش. كنخليوها كطيب في الاول غير من التحت حتى كنشوفوها تنفخات مزيان، خدات اللون من الجوانب وخدات الوقت الكافي. الا كان بارد راه حتى لساعه، كان سخون يعني دخلتيها ليه هو سخون كتاخد بين 50 45 دقيقه. فرن كهربائي اعتذر، فرن غازي كنسخنوه اولا بارد حتى هو، كنديروا تحت منها شي صفيحه وكنديروا نار مهيله وكندخلوها ونخليوها حتى كنشموا الريحه ديالها طلعت مزيان حتى لساعه. الا كيف قلت كان الفرن بارد، انا طيبتها في كهربائي، درتها في الوسط وخليتها غير من التحت حتى شتها دخلها الطياب، عاد شعلت واحد الفوقيت شويه من الفوق تحمرات صافي، وكنخرجها حتى كتبرد تماما، كنحيدوها من المول وعاد كنزينوها. بالنسبه للتزيين اختياري، هنا زينتها بصوص ديال البرتقال، انا صراحه صورتها ما عرفتش المقطع فين مشى، ولكن سهله فايت لي شفتها معكم من قبل، كتعطي اضافه زوينه بزاف للكيك. فيها كاس من عصير البرتقال، معلقه ديال النشا او مستحضر كريم باتيسير، ومعلقه السكر او على حسب الذوق. كنخلطوهم مع بعض مزيان وكنديروهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد، وكنزينو بها مباشره وهي سخونه قبل ما تعقد لينا. كيف قلت كتعطي مذاق زوين، ممكن ما ديروهاش يعني، ممكن تقدموها كما هي بدون اي اضافات الفطور او العشيه، كتجي مزيانه. هنا ضروري نقترح عليكم شي شكيل هكايا ديال التزيين للاخوات اللي كيبغيو يديروا مثلا للضياف. هنايا درت شرائح من البرتقال قطعتهم رقاقين، ممكن ديروا برتقال معسل، رشيته بشويه ديال القرفه ودرت عليه واحد شويه ديال الميرتيل كان عندي في الثلاجه بلا ما يضيع نزين به، وزدت شويه ديال الفيوتين من الجوانب. اي حاجه عندكم زينوا بها، كوك ممكن ديروا غير مربى مع الكوك او كاوكاو محمر مهرمش او لوز او كاوكاو، اي اضافه عندكم ديروها. التزيين كيبقى مجرد اقتراح فقط وكيبقى على حسب الذوق، الاهم انها كتجي خفيفه كما لاحظتوا طالعه، مذاق جد مميز كيضيفوا ليها يعني مع عصير البرتقال مع قشره البرتقال وحتى الفلون اللي درنا هذيك القليل من القرفه مع الهيل، اضافه جد مميزه كتجي زوينه خصوصا للعشاق ديال كيك البرتقال، فاكيد غيعجبكم بزاف بزاف. شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع، والى اللقاء في فيديو وفي وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.